عودة ليكم مشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان. لسه مكمل معاكم أخبارنا أخبار السوشيال ميديا الرياضية في 7 في 7 على تايم سبورتس. لو مستعجلين جدا هتعرفوا أهم الأخبار الرياضية معانا في فقرة أخبار على السريع. اليوم 7 الأهلي يتلقى عرضا من بيراميدز لشراء 6 شهور المتبقية في عقد أحمد فتحي. سوبر كورة الزمالك يرفض رحيل بوطيف في يناير المقبل. الوطن الأهلي يقترب من ضم تشاوري على حساب جيرالد ويبحث عن ودية عالمية بالإمارات استعدادا للدوري. اليوم 7 الزمالك يرهن مبادلة كاسانجو بمهاجم المنتخب. البوابة نيوز الأهلي يبحث عن موهبة في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما. فيتو محمود الخطيب يحتفل بعيد ميلاده 65 اليوم. كرة استاد السويس الجديد يستضيف مباريات المصري. سوبر كرة الأهلي يخوض ميرانو الأخير بملعب التتش قبل معسكره الخارجية. الوطن اتحاد الكرة لا أزمات مع محمد صلاح وسننفذ كل طلباته. البوابة نيوز علي ماهر يضع طولان في ورطة مع ام بي. اليوم 7 المصري يجهز البدلاء لمواجهة كادي اور بالكونفدرالية. سوبر كورة الإشاعة تثبت التئام تمزق العضلة الخلفية المحمود بتولي. الوطن تعكس يطلب صفقتين سوبر لدجلة في يناير. اليوم 7 المنتخب الأولمبي الإصابة سر استبعاد أحمد حمدي وصادق من قائمة أمم إفريقيا. البوابة نيوز الزمالك يبدأ مفاوضات جديدة مع بيراميدز للتعاقد مع دونجا. سوبر كورة لجنة الحكام تقيم الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوعين الرابع والخامس. فيتو فايلر يتسلم تقرير عبد الحفيظ عن رحلة الإمارات غدا. كرة عقوبات قاسية تنتظر انسحاب كينيا من تصفيات أمم إفريقيا. البوابة نيوز الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى الإمارات.